سيني درايف رجعت قوة في العالم. قلنا علاش ليه احنا كتوانسة ما شركة حبينا مش نقلدو مي نعملو كيما عمل العالم سينما في الكرهب. وهو طلقنا اليوم وان شاء الله بوندون 16 يوم باش تكون السبكتاكل هكايا ان شاء الله. راي اول مره بتصير في تونس وكل شيء حاجه باهيه برشا وموما انت تونس بدات تتطور تعمل في حاجات مزيانين برشا حتى ولو حاجات صغيره ما يسالش. بيان كو نعرفوا الفيلم ما قلت خليني نجي سافو لا بين خلينا نشوفوا كيفاه سيني درايف ديما نشوفوا لبرا هنا وقلت خلينا نشوفوا في تونس كيفاش. Pour moi c'est une grande première, je ne sais pas si c'est arrivé avant bien avant peut-être mais en tout cas là c'est un événement assez phénoménal. استغلينا الفرصه هذه واستدعينا حرفيه نتاعنا الكل والحمد لله لي جون ريبوندو على لابيل وفرحانين برشا. سيدي بوسعيد اول بلديه جاوبتنا وهنا نحب نشكرهم، نشكر على راسهم سي خليل شريف اللي تجاوب معنا أعطتنا الترخيص فيسع فيسع مع الوزارة الداخلية الحماية الكل وسهلونا سهلونا المأمورية. بدينا في سيدي بوسعيد وما مش نقفوا في سيدي بوسعيد، رانا باش إن شاء الله باش ندورو تونس. ان شاء الله العباد كل تجي تشوف المغامره نتاعنا هذه، خاطرها مغامره. ماناش باش نعملوا فيستيفال ما انجور معناها سيني درايف انجور في باركينج صغير ولا حاجه، اللي اخترنا الصعيب وانا بدينا في الحلم وان شاء الله الحلم نتاعنا ينجح. On continuera l'aventure tant qu'on pourra marcher. Yeah.
برافو برافو رجعنا في الزازة إجا لهنا توا وقفت لي عادة نقفوا شوي نحكي الغادي وحدة البنتية هذيك تعب راه الوقفة الوحدة لا لا مش مش برا تعب الوقفة تتعب معناتها في الصيف نخدم خويا على روحي صحيح نشوف الفنانين يجري ويجري متعبة خدمة الصيفة شوف أول حاجة هو شكون واضحين نوم الليل ما يعوضوا شيء نوم الليل أي في النهار أبار اللي أنت تبدأ تجري تخاف لا تاخذ تمخر وساعات تاخذ في وقتك لكن كي باش تخرج مع اللي فاني تصوروا دار شيء تاخذ من وقت الآخر تاخذ له روتار تبدأ تجري لها كاملة ولعروقاتك شرتلة واللي تصور معاك تحت وانت في ال... في في كروندير في كيس تحب ولا تكره واللي عنده صغار واللي مخليهم وخارج ولازم يقوم الصباح باش ولادو يكونوا حاضرين ودرشني فاش نحكي يعني وهذا الكل نقول لك نوم الليل نوم الليل ما يعوضوا شيء تتور بعصبك تمر ذي والنهار زاد النوم مرجع يتقص فيه ساعة وتجيو القضيات ويجيو الناس معناتها حتى في النهار ما تنجمش تستقر ساعات قضيتك ما تقضيهمش يعني نثبت على وليد مرة أنا يخدم بالليل الفيزا نخدموا بعضنا الفيزا ما تمشيش جبت فيزا نتاعو خاطر صباح راقد خدم مصبح أنا مثلا ثم أوراق نتاع كره بتلقاهم ولا حاجة ما نمشيش نرقد ما نجمش كي بداو درشني كذا بوتبيلة فوق راسي ما نجمش نقوم تبدا نتعب يعني مش سهل انت ساعات تمشي العرس ليله انت تتعب اللي تحت تتعب فما بالك العيشه نحن العيشه ليل عروسات حفلات مهرجانات تدشي حتى وجهك باش تقلب زرستك ولا بالغرز ولا حاجه عندك راهو التزامات لازمك تمشي نعرف انا نعرف فنانين مرضى ومشيو يتخادموا والواقي يقول لك عليه هذا كله خطر الفلوس مش خطر فلوس التزامات مع العبيد انا صارت لي كافي حياتي عمري ما انساها انا بو صالح اللي ورش خالتي الله يرحمه جاتو سخطه قلبيه دخلنا للسبيطار وخلطت عليه يعني بحكم انا اول طفله في العائله الكبيره لم يتخليش كل شيء اللي هو على ست لباس قعدت انا وصالح الراجل خلص قدامنا الله يرحمه مات رجعت للدار باش قلت لهم الخبر باش حاولت كيفاش درت خليت السيح والعيط هذاك الكل وصالح لي وشدد لي خدمتي هو ابوه يقول لي امشي اخدم خاطر نهارتها حافت نقابه الوزاره الداخليه وثماش فنان كان انا في صفاقس واو نطلع نلبس وقت نلبس البيريك البيريك ومكياجت ودموعي يعني على كيف يقولوا على خدي ونضحك وكل شيء وروح ناحيه كان المكياج والدنيا كلها عاودت في رجعت للدار غاديكا باش كملنا بقي يعني ساعات حد في مواقف لا تحسد عليه لكن التزام ساعات انا مثلا درت تعقل مرات وجهي هذا الشطر كله مقلوب شطر كله مقلوب ما نجمش نمشي نخدم صالح قال لي كان ما تمشيش راهو ما تصورش العائله شو تعمل انت عندها حد كان انت مشيت وبالصيف وفمي هكا غزت مره كبيره ما تعرفش قلت يا بناتي تجميل عامله يعني وين الكلمه بتاع الضحكه يا انا عيني بالعمل مسكره ما بتشاري قلت لي يا حاجه راهي زرت الاقل درست الاقل وكملت خدمتي وروح يقول لك ما يهمنيش فيك يعني التزامات الناس فهمت كيفاش تحس ساعات في مواقف ياسر خايبه تقول ادفع مال الدنيا صحيح. وخليني صحيح. كيف كيف تحطيت في موقف اللي انا درت على يميني خدت تروت باش نمشي نخدم وولدي على يسار وابوه مشاو للكلينيك ترى سخانه 40 فوق ال 40 واو وقادم ما مشاو من بالي جبت نخدم مخك عادي فهمت كيفاش كبده اش تعرف يعني تحط في مواقف اللي تحسد على ما واش تعمل التزام نجم نرجع لك فوا 5 اما انت تقول لي ليه ما يهمنيش اذا يفرح ليه معناتها انا طفله باش نعرس مثلا ودارنا عامله بيجي فنانه واحده زازه فهمني نجم تكون حلمه باش تجيهم في عرس في حق الرجل اي وتروح الفنان تسمع بيت يقول لك بليت كانوا موجوده في في في, 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 في العرس وجايين خاطر يحبوا زازه ولا غير زازه ولا اي فنان فهمني ما تنجمش حتى قال لي قلت لك ما فهميش اكثر من اللي حكيته لك كي
تفهميش. قلت لك انا بغوصتي طلعت نبكي بغوصتي والمكياج وحتى حد مش لق بيا وروحت مشينا من غدوه. اي متعبه هي الخدمه كي نغزروا لها من جانب اخر بلي يقول لي صح عليك كان في جوك تخدم في العروسات. اي اي سو والدنيا يسخدوها تصويره في الانستغرام. ساعات تصويره تضحك في الانستغرام وانت متعذبه يعني احنا رانا نوريه فيكم اللي احنا نحب نوريه. صحيح. يعني إيش أنا عندي مشكلة بش يقوم نحكي نبرتاجيها مع العبيد ولا بش أنا بقى نحكي لها روحي لها ولا عندي ما بثيش إيش مع العبيد حكيتك فينا كي العبيد يمون فيك محليك فنانة وكش بزي يدخل في اسم شيكلك وست أما رانا عبيد كنس الكل صحيح عنا بي عنا الخايب عنا هكا عنا هكا كلها أنا ديما أقول يا أخي ما يعرفوش كلمة كنهار وقسم ولا كيفاش كنهار وخليق وكيفاش كيفاش خليق تصبح يعني ما يعرفوش. وي وي وساعات أنتم أي ردة فعل أي كومنتير أي ساعات تبلوكي عبد تولي قضية وغيره. بلي أحكي لي زادة الحكاية محلية متاع حكاية مؤسفة المرأة اللي حق أمنيتها أنها تشوف الله يرحمها أمنيتها أمنية حياتها تشوف زازة ويعطيك الصحة ويرحم والديك. كيفاش معناتها أنت تبع معناتها بصراحة معناتها فنانة واحد يقول لك أختي أمي تحب تشوفك باهي تو نهار إن شاء الله نهار. أحكي لي حكايتها زازة. البوست هذيك هبطته أنا هبطته في الانستغرام الخوها خاطر خوها أنا كما يقولوها مطيب ومحن خو انا نخدم في قربه دخلت بريسك نصلي خرجت من دي سيونس نحن خدت عين في الكهرباء جاني واحد قال لي سامحني مدام زازا كلمه جاي صالح قال له تفضل قال له انا اختي مريضه وتحب تشوف زازا قلت لي باش تبولد ولا حاجه ولا حاقه تربي يعني وجهه نفس مومنه قلت له قلت للسيكوريتي جمع لي غادي كشكون يعرفه قال نعرفه قلت له جبته على جنب قلت يعني اي شيء تحب تشوفني قال لي اختي راهي عندها شماغ و مشيت قلت اطلع عرفتني تزرك هي اطلع هذه حكايه ساعتين تالي دخلت المراه راهي كانت قالوا لي ولادها واخواتها وكل شيء راهي كانت في غيبوبه يعني كان غيبوبه تشوف تجي ما تتكلمش كي راتني انا توكي ما يعني صالح وامي وجماعه خرجوا الشارع يتبكيو فرحت اسم محمد قولوا يا حما وين لقيتها يا حما من جبتها والراجل يستنى فيا من 8 متاع الليل في الصاله الماضي ساعه ونص باش يقول لي كلمتين وما يعرفش اسكو موافق ولا ما موافقش يعني خوها حي قلت لها حقدر نحكي لك وجاي قلت لها فتو ما ان شاء الله باش نجيك حب نجي نلقاك لاباس وتقوم وعندي بيروك تعجبك بيروك وهاك نفدلك معاه ونعملوا جو في تزركه واسكت يجيني تليفون من غدوه يقول لي راهي ماتت ترحم عليها ولا يرحمها وماذا بيك كنت ترحموا عليها ولا يرحمها خليت ثلاثة صغيرات نحيي خوها اللي خاطر وقلت لها نجيك ومشيت نهار الصباح تاع الجبانه خاطر وعدتها نمشي لها صح. اما نحيي خوها محليه الخو كيف ذكاكا هي الله يرحمها عند ربي خير ارتاحت حاسه بلي ريت وحكوا لي عليه ارتاحت من المرض ربي مع وليداتها ونحيي العائله هذيك خاطر ولات صحابي ونتكلموا ونسال عليهم تيك صحه زازا معناتها حتى مزيه لا مش ساهل مع واحد يحط روحه في وضعيه نجم انا توا نكمل تورناج عندي 8-9 سوايع نصور يعرضني واحد نجم ما نركزش معاه النجم يقول لي كلام نقول له باهي باهي ربي سمع مبلفت ونخرج خاطر انا مخي راهي قنتي مكمله حفله وتنجم يكون حفلتين ثلاثه في الليله وتلقى افور معناتها سي ميسير هذاك علاش نقول لك بنت حومه معايا في الكهرباء خاطر في نيتنا تزعجت انت حتى مش في نيتك انت بنت حومه كاسحه كاسحه معناتها هذاك الافونتاج نتاعك يلزم لاتو هذا يقعد رغم اي حاجه انا ربي اللي شفتها شرف لي انا كان هي حابة تشوفي هو كان ممكن لي أنا ممكن حياتي كاملة حكي ذي مش فنسي حياتي كاملة وممكن شرف لي أنا عرفت العائلة ذي عائلة ياسر بخشمها حتى كي دخلت الناس كلنا على قدنا هو من اللو قال لها فلوس لا جست تشوفك
قلت له ما حتى مشكل يعني فاش تحكي يعني. قال لي راهو يعني عبيد بخشوماتها وهكا عزت نفسها. وانا العائله ذيك نوجه لها تحيه ونوجه حما والعائله كل تحيه وبناتها الكل ونبوسكم واهلي تزاركا وهذيك ورد عائلتي ونمشي في كل وقت ونطلع عليها. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه زازا. يلا مشاهدينا الكرام عشاق الساحرة المستديرة في كل زمان ومكان الله السعدي جيل السبعينات العقربي وتميم نتذكر تلك نتذكر الجيل الكبير لستة سبعين ريان الأطول الأطول ريان إلى من؟ ريان يحاول مع السعدي تخرج الكرة إلى هناك يا ريان أطول من الحلقة وتلعب يا ريان. الله الله يا ريان مش ممكن يا ولد. فاطمة ترجع وينك للسعدي سقوط ينظر هناك ظلم سيد الحكم ترجع ريان ريان للسعدي زعما يزلك يعاود ريان يزلك ما هذه المباراة كلها زلقان. الله الله مش ممكن مش معقول. السعدي 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 لفاطمة فاطمة تحاول فاطمة تحاول ولكن يا فاطمة جولاتو 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 هدف بالساق اليسرى شكون عندنا فاطمة ولا نيس بن شويخة. الله 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 يا ولد ترجع للسعدي السعدي الخمسين سنة هذا الشايب الذي ما زال الآن في المرأة وريان سقوط اعملوا كوستا اعملوا كوستا ترجع الكرة ترجع الكرة ترجع الكرة يا طفلة اللي معهم ألعب معهم يا أخي جاي يا أخو الكبير ريان يدخل ألعب تمشي إلى هناك تعود إلى السعدي ريان بثقة الشباب إلى فاطمة ولكن بالمكياج تعود تعود من فاطمة بالمسكرة تقول ما يدخل حتى أقول يا ولدي للسعدي الخمسين سنة خبرة السنين يا السعدي وين خبرة السنين وين الفيكس يا السعدي الله وبالبونتة فاطمة الفاطمة الكركاسة من برا بالمكياج ولكن ولكن من تحوم عربي ترجع إلى ريان 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 والطفلة اللي معها فكتيلو الطفلة اللي معها فكتيلو ترجع من نوفل الى السعدي وجيل الثمانينات السعدي ترجع الى الفتاة وفاطمة باليد ضربة يد ولكن ريان يحاول على طريقة فيليب وينساكي ولكن ريان بامكانيات ريان ضربة جزاء ضربة جزاء بيلانتي يلا بيلانتي 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 شكون الله مد سقيه يا ربي الخير قرب الكرة قرب الكرة نرى الفتاة الله ريان 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 ليه 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 صنعة الكبار شكرا لهذه الفتاة تنتهي مشاهدينا الكرام على شكل الزحمة المستديرة الشوط الأول نعود في الشوط الثاني نعم إلى السعدي تعود شو اسمها الطفلة ذيك فاطمة لماذا التكرار فاطمة وفاطمة الله السعدي لمسة يد السعدي على طريقة مارادونا لمسة يد ضربة جزاء يقول الحكم كولينا ضربة جزاء ريان يعاود يفحج تعدل هالأربعة الله 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 يا ريان الطفلة تحاول تشوت ولكن فاطمة تقول ليه ذكرتنا في لوبركان يا فاطمة ذكرتنا ذكرتنا في علي بومنيجل اوه يا خالتي فاطمة وريان بالسيف ريان بالسيف يعاود يطيح يعاود يطيح ريان الزلقاوي 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 ريان الزلقاوي لاعب الصد القطري الله تعود من فاطمة تحاول تغش على طريقة علي الزيتوني تحية إلى فاطمة ذكرتني في ذكر الذكريات يا السعدي ما في بالكش بشنو نداء إلى الرازي نداء إلى الرازي عنا لاعب يجب يجب أن يلتحق السعدي 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 يحاول السعدي يحاول الطفلة تمشي تعاود فاطمة السهوة تشدها ريان ضربة ضربة إلى السعدي ضربة للسعدي رجل كبير نترحم على اللاعب السعدي نترحم على اللاعب السعدي بعد المباراة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله السعدي يعاود يسقط نترحم على اللاعب السعدي بعد المباراة إن شاء الله السعدي سيغادر الحياة ليس سيغادر المباراة اللطف عليك السعدي ريان 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 ذكرت في ريان جيجز شنو الطيحة هذيك يسالك مليون شنو الطيحة هذيك يا ريان تعود الفتاة قاعدة فاطمة كنت فاطمة
فاطمه كونتر فاطمه وريني عاود السعدي يعاود السعدي الضربه شيء ادقروا الضربه شيء دقرة الضربه شيء دقرة يا ريان تنتهي على بركه الله. مشاهدينا الكرام على شكل المصارعه الحره في كل زمان وكان الدبليو دبليو اي اكسبيرينس الاندرتيكر. زازا بالحق رغم هذا كل معناتها تنجم تعدى بأزمة مالية انت ولا لا كي تقف في الخدمة كي كذا سنومال يا اخي يوم رؤسي تروجت في فترة الكورونا ودنيا ماديا الحمد لله وقت كورونا اي الحمد لله لا الحمد لله معناتها انت فنانة رايدة اللي تبرمج وتخطط ودنيا ماكش متاع انا ممكن برشا فنانين او ممثلين او كانوا لي عبرة قالك كيفاش قولوها اللي نتعلم نتعلم في كل شيء وحتى في الامور هذيا نتعلم ثم عبيد اعطاوا برشا للفن واعطاوا برشا للثقافه وما ربحوا شيء يعني حتى دعم ولا حتى تذكر الوزاره بحاجه ما ولا حتى معاشره شهريه ميم با نحن تو بور لو مومون تتذكر السكسيات او كش واقفه على المسارح وكش الدنيا قلبك يوجعك كل شيء ضاع قلبك يوجعك تشوف النقابه قداش الواحد يحب يكرموه يحب يعاونوه نقعد بيت نقول فلان الفلاني يا اخي فنان يا اخي ما تعاونوش الوزاره ما نقول الوزاره حتى لين تخلص الكريديت اللي عندها مع العباد جوستومون هذيك هي الوزاره تقول لك حتى نخلص وحتى نعمل والوزاره مربوطه تاع ثقافه وزاره الماليه وبرا غادي كشوف الخيط منين وعلى روسيت رجعت كالعاده ولا مازالوا الناس خايفه مازالوا الناس توا خاطر فم برشا توندونس في سناء اعمل عرسك في ساعتين لا بلف تعمل حاجه رابيد رجعت على روسيت ولا مازال هذول انا هي خايفه خط بالحق اما ايش اقول لك والله لي الحمد لله يا ربي شوف ثم عروسات تأجلت على خاطر ثم شكون جاي من العائلة تحليلها نيجاتيف وابن بوزيتيف ثم اللي جاي وفي الحجر قعدوا كونفيني ثم تأجلت ثم حاجة تأجلت والباقي لي سافا مريقلين نحن كفنانين قايمين بالوقاية وين يكون انا امراه مريضه ما نسب الحكايه هذيا اي ما تسلمش ما تغشش مني برشا عبيد وكاهو اما الا غالب الوقايه بالنسبه لي انا خير من بعديك نقعد لا قدر الله تصير حاجه صعبه جوستومون والعروسات التونسي حافل فيهم الجو ولا جاك شوف في انستغرام انت باش نسالك تو باش نلعبوا تيست باش تجي فاطمه تشطح وانت يزمك تطلع الشطحه نتاع شنو يلا نستقبلوا فاطمه مرحبا فاطمه دي جي بيه شطحة متاع البنات التوانسة دونك كلي تبدأ غايرة من شكون خايفة من شكون يلزم تطلع شطحة شنو يلا دي جي سمعنا الموزيك شطحة الأولى ميل يا غزيل يا غزيل ميل ميل يا غزيل يا غزيل ميل ميل لك ميولي ميل لك أيولي ميل لك ميولي ميل لك أيولي هي متوترة لا غير متوترة هي في عرس ومتوترة علاش شنو علاش يا قالتش الراجلها مش للعرس يا بنت خالتها باش تعرس وهي بنت خالتها اصغر منها ب 15 سنة جيت مخيبك المونتاليتي هذيك تاع اي عاد هكا تعمل يا خالتي عقبها باش تطيح باش تلقى راجل يا اختي عقبها 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 نحبك لحظة يلا الطفلة الثانية شطحتها شنو هذي تخطبت وهكا تخزل فيهم في حالة ملو مش على البرانية يالي 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 ناحو السادي مني فيها صحيحة الحق صحيحة باش تعرس بعد 16 سنة خطبة برافو ترى شطحة الطفلة الثالثة بعد لي طفلة صغيرة يلا
شي الحمد لله تخطبت ولا شنو؟ تحمد في ربي ايش تحمد في ربي؟ لحظة أخذت باك؟ نجحة في الباك بعد ذكرت لي نجحت بالإسعاف وآخر شطحة هذه الشطحة إستوريك معناتها بنات تونس الكل يعملوها يلا شطحة الأخرى هذه سامري جلسي سليباتير يدول لي شيخ على روحها تحمص في شكون هذه تشطح في عرس ليكس متاعها تعاد ردها هكا اي جدرا هكا تشطح هكا تعاد ردها هكا هكا هذيك دونك اللي هذيا شطحة زادة الشهيرة بتوصية من الأم ترى شوف مع بعضنا سمعنا دي جي قاعد لوحدك كده فرحان الشيطان يوزك في سكة شمال يفضل يقولك العب يلا العب يلا هذي فرقت في راجل فرقت في راجل مخي خبيرة العروسين فركس في راجل هاي اخر واحدة هذه اشهر كذبة يقولوها بنات التوينسة تراه الاخر انا اشهر كذبة بيلوت ما حبتش صحيت هكا باش تقول لي والله اختبا بيلوت ما حبتش نعرفهم كاش ماكري هكا هو حد هو هكا والله نعرفهم سامحوني في التفاديات مين نعرفكم ها ميرسي فاطمة إيش أزاز إيش أزاز تبارك الله عليك تبارك الله بوك خبيرة العروسات هذه بتعدي على راسي برشا أختك تبارك الله عليك تبارك الله عليك دونك إن شاء الله ربي يوفقك محلاها معناتها تعادات ساعة معك ربي يدعي على الأخر يا عيش كلام حلقة كاملة حبينا أن نجيب واحدة من أجل في تونس حواي تبارك الله عليك يعطيهم الصحة على اللبسة يلا نخلي لك كلمة الختام لتوانسة اللي يتفرجوا فيك الليلة يا زازا شاهد كل عادي سريع مزيانة أنا كما العادة مع نوفل كده قادر أحكي معاه نحكي لي ثم ما غير حتى شيء كالعادة من حضر وش عمره ما حضرنا أسأل حد شيء نقدم تحية ميزون عليو إيمان في جربة على اللبسة المزيانة الميكاب باي أميرة أميرة بالفرج والكولوغاسيون بتاع شعر الجيوة السلوفية بابيل الأسمر زيد حب نقول السنة وجديدي بعد ملومش اللي مع مختار الكبسي بعد مانيش سهلة اللي حمودة فلاح ومروين زيدي ثم عمل جين مع توزيع مروين زيدي بش يكون على قريب شو خرجوا عرفت كثير ستيل آخر وجو آخر يعطيك الصحة زازا ونحب نقول كلمة برافو ربي كثر منك العبيد وإن شاء الله ديما 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 ناجحة يا بفضلك برافو زازا يعطيك الصحة ميرسي بوكو الفنانة التونسية زازا كان ضيفتنا في صيف معنا الليلة نتقابلوا احنا إن شاء الله في حلقة جاية تصبح على خير